الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نخلد اليوم يباغي الاعتزاز، تجلى ذلك من خلال أولا تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة عبر التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب. ثانيا النهضة التنموية رغم تخلي الأمم المتحدة عنه في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول، إن الاشتراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية. قد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وتنتعكس تمثيلية مختلف المكونات الجالية. وبهذا الخصوص وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للخبرات المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.